تفلح معها المخططات الاستعمارية في ردع الأشقاء في تونس مع الأشقاء التوانسة في ساقية سيدي يوسف. نستذكر في هذا اليوم المصادف للذكرى 65 لارتكاب هذه الجريمة الاستعمارية التي كانت بمثابة عملية انتقامية ضد دعم الشعب التونسي للثورة الجزائرية. ذلك التلاحم والترابط الذي كان وما يزال إلى يومنا هذا ماثلا للعيان، ليس بالأقوال فقط وإنما بالأفعال أيضا، وعليه فإن ذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف ستبقى مصدرا من أجل تعزيز وتقوية العلاقات بين البلدين. إن أحداث ساقية سيدي يوسف والتي تمثل رمزا للنضال المشترك بين الشعبين الشقيقين، وبقدر بشاعة الجرم الذي ارتكبه المستعمر بين الشعبين، زادتهم ثباتا في مواجهة آلة الاستدمار، إيمانا منهما بوحدة المصير ووحدة الدماء. 65 سنة مرت في إطار التكامل بين البلدين، واليوم نجد أنفسنا من جديد في إطار مواصلة هذا التكامل بقيادة حكيمة من قيادتي البلدين، فخامة الرئيس عبد المجيد تبون وفخامة الرئيس قيس سعيد، من أجل مستقبل أيضا مشترك لتونس والجزائر، مستقبل التكامل وتعزيز التعاون.